دائما مع مشاكل القنصليات الجزائريه في الخارج. اللي مرنا في قنصليه فيتري سورسا الوضعيه كارثيه، يعني سبحان الله كما راكم تشوفوا دائما شعبنا يعاني، والله يكون في العون ان شاء الله جميع القنصليات في الخارج هكذا. كم داير الله على السكنة ولا على ماش؟ على السكنة ولا علاش؟ هذا حال معظم قنصليات الجزائرية في الخارج. اليوم رانا في قنصلية فيتري سورسا في منطقة باريس. كما تعلموا ان هنا عدة قنصليات، لكن شعبنا دائما يعاني هكذا. Venir, rien du tout, j'ai les pieds gelés. Pareil. Et malheureusement, j'arrive jusqu'au bout de la queue et finalement, il n'y a pas de ticket. 200 personnes pour un jour. Je comprends pas pourquoi ils font 200 tickets par jour. Alors qu'ailleurs, Pontoise par exemple, tu peux prendre rendez-vous à n'importe quelle heure que tu peux arriver la journée. Quoi. Salam alaikum. Waouh, Raki Labas. Alhamdulillah. Waouh, الوضعية هذه هنا راكي تشوف الغشي ديال الله. كارثة. وعلاش داير الله هكذا؟ الناس تجي باش تأجل الباسبور تاعها، جواز السفر. ولا يجوا باش ياخذوا جواز السفر بيومتري، ولا يجوا باش عندهم دي زيغاليزاسيون، ولا عندهم دي تا سيفيل كلكو بابي، بعض الوثائق اللي يسحقوها. والاغلبيه جوازات السفر، تاجيل جوازات السفر. كل الناس ما دارتش البيومتري، تجديد جواز السفر. كاين الناس ما دارتش فورسيمون، ما داروش كامل البيومتري. كاين الناس مازالها تاجل، وناس بزاف يمدوا 50 تيكي في النهار. صافي دير لازم تجي لهنايا بكري، يدير درجة الحرارة واحد درجة، يعني باش نعرف بلي البرد ماناش نحسو في رجلينا، سمحوا لنا ما نحسو البرد يقتل هنايا. ولاش انا مخلط مع النساء ومع الرجال؟ مخلطين. بون على كل حال الناس طباع، الناس راهي ضابطه في لاشين، ما كاينش مشكل. المشكل الكبير ما كانش الامكانيات باش تجي وتاخذ الجواز السفر تاعك، ولا دير التجديد، ولا دير. عندهم 50 تيكي للتجديد، 200 تيكي باش غير يجيبوا برك، ياخذوا برك البيومتري اللي هو حاضر واجد مخدو. وقال لي ميم با 100 تيكي، 80 وبالك يشوفوا 20 زياده باش الناس تحط البيومتريك، باش تحط الاسدوس فوالا، باش يدفعوا ومن بعد يستناو يعاودوا يجوا اون اوتر فوا بوغ ان رونديفو. اما انت هنا عمرك ما تقدر تاخذ ان رونديفو باش تجي دير الامور تاعك كي الناس، كي كان اي كما يقولوا اي دوله متحضره، ولا عندك كاين الانترنت، الناس كامل عندها انترنت، عندهم ان سيت انترنت، ما ينفع حتى شيء، ما ينفع والو. تي سوسخي الحاجة اللي بديهية انك تروح للسيت انترنت، تاخد رونديفو، تاخد تحط في اجندا، فوالا انا نقدر نجي السبت الفلاني ولا الاربعاء الفلانية. يا دي ديسبونيبيليتي سوغ لو رونديفو نورمالمون، وتجي وتاخد دير الامور تاعك كامل بكل سهولة. ما نفهمش كيفاش لحقنا 2015 مازال ما نشوفو حاجه كيما هذه، سي ني با بوسيبل. فوالا اللي يجي باش يجي جوسكو، اللي يجي ياخذ الباسبور تاعو سا ديفغي تخ فاسيل، واجد تجي تديه وتروح. المفروض يديرو كي شي واحد اخر، يديرو كي شي واحد اخر، الناس تجي تديه وتروح، ولا يديرو
بلوس دو بيرسونيل الا ما عندهمش لي بيرسونيل ما عندهمش الناس اللي تخدم كاين الناس اللي تحوس على خدمه في فرنسا لا الخدمه محتاج الناس محتاجه خدمه شحال قنصليه كاين شحال قنصليه كاينه اونفيرون كاين 6 انا اللي نعرفها نعرف تاع نفس الشيء هكذا كاع في كل قنصليه هذه القنصليه تاع tout le département 77 سينما اكبر ديبارتمون في فرنسا اكبر ديبارتمون سي لو سينما d'accord la cinéma en plus de Créteil ils sont là ça veut dire حنا رانا مع Créteil مع السينما ما عندناش notre consulat un peu plus loin peut-être qu'on dérouna في مو ولا داروا في مولان ينقصوا بالك الضغط هذايا بزاف عندك واحد في باري واحد من جهه 92 في نونتير عندك واحد من جهه بوبيني عندك واحد سيرجي والوضعيه الداخل الو ما نقدرش نحكي لك القذاره تاع دوره المياه تاع شيء لا يوصف الداخل ما كانش لا بروبريتي ما كانش النظافه ما كانش النظام علاش نقول كيفاش نقدروا لا تجي انا في بلد متحضر جزائر الله يبارك ماشي بلد اللي محتاجه دراهم عندها تقدر دير الوضعيه شي كي تشوف برك المبنى انا مهندسه معماريه المبنى هذايا ما عندهمش لي ستور ما عندهمش لي يعني دايرين داروا اون اكستنسيون يعني مبنى صغير داروه ليتا سيفيل جوست بور لي بروكوراسيون بور لي بيتيت شوز هذاك تدخل داخل لو بلافون اللي يبي دي ترو كاسي كي تجي في الشتاء كاين الماء يسيل داخل الماء يسيل دايرين انسو حطوه بسينه كما نقولوا حنايا حطوها باش يقطر الماء على الماء اللي يقطر اللي قلت لك دوره المياه ما لازم تحط تغسل يدك ما كان له مقارنه بالقنصليه تاع الدول الجيران كما تونس المغرب كل حاجه المغرب خير منا وتونس خير منا فو دير لا فيريتي الحقيقه عندهم وضعيه تاعهم خير منا ما عندهمش هذا المشكل كامل ما عندهمش هذا المشكل يعطيك الصحه اختي يعطيك الصحه الله يكون في العون على خير السلام عليكم ولا هذه الوضعية الكارثية تاع القنصلية تاعنا اللي في الجزائرية اللي في فيتري في فرنسا نطلب من شعابنا والنهار والشروق يجيو يقوموا في هذه الوضعية تاع الجالية اللي يهضروا باسمنا وداروا وزير باسمنا ما نعرفوش حتى المقر تاعو واللي يتحدث باسم هذا النائب البرلمان تاع الجالية يجي يهضر فوالا اغيتي فوتر هيبوكريزي Voilà, je suis depuis 6h du matin pour faire un passeport à mon fils. Voilà, les responsables de l'île, de la ville, Jaboulet, même Dargin, là tout, à Strasbourg, à Paris, à Lyon, sont partout leurs enfants, ils vont pas humilier nos enfants. Voilà. Salam alaykoum, Mazdoul Flaoun, Kinida Zahiri. Moi, je voulais dire que là, je viens chaque jour à 6h du matin pour prendre un rendez-vous pour renouveler mon passeport. Et à chaque fois que j'arrive, quand on arrive au bout de la queue, ils nous disent qu'il n'y a plus de tickets, il y a 200 tickets par jour qui sont distribués et puis on n'a plus. Donc moi je voulais savoir, moi je vais dire aussi que je pense que c'est la honte pour nous, pour tous les Algériens, de vivre ça à l'étranger en France, devant les Français. On est des musulmans, normalement on devrait avoir une queue qui peut peut-être donner un peu plus de... une image un peu plus correcte sur le fait qu'on est des musulmans mais apparemment on est vu comme des gens des clochards et au final qu'on n'a rien voilà.